تعرف انه في لاعب فاز ب 43 لقب مع المنتخبات والاندية؟ شكلك ما بتعرف، تعال لك من هو ولك اكثر خمس لاعبين فازوا بالالقاب عبر التاريخ. بالمركز الخامس عن اللاعب ماكسويل يلي فاز ب 37 لقب، وابرز الاندية اللي لعب معها برشلونة وباريس واياكس وانتر. اما بالنسبة للمركز الرابع فمن نصيب الرسام اندريس انيستا يلي فاز ب 37 لقب، وابرز هاي الالقاب كأس العالم ودوري ابطال اوروبا والدوري الاسباني. وبنروح للمركز الثالث يلي من نصيب حسام عاشور اسطورة الاهلي السابق يلي فاز ب 39 لقب. اوف والله اشتقنا لاجواء كأس العالم. وصاحب المركز الثاني ب 42 لقب هو الفضائي على وجه الارض ليونيل اندريس ميسي، وابرز هاي الالقاب كأس العالم ودوري ابطال اوروبا والدوري الاسباني والكوبا امريكا. وقبل ما قالكم المركز الاول، اذا بتتوقعوا ليونيل ميسي يكسر هذا الرقم وينفرد بالصدارة اشتركوا بالقناة. والمركز الاول من نصيب افضل ظهير ايمن بالتاريخ داني الفيش ب 43 لقب.